بسم الله الرحمن الرحيم. مره تانية للاسف يعني هتكلم على حادثه حصلت بصراحه تعبتني نفسيا جدا واكيد تعبت ناس كتيره. السائحه في الغردقه اللي وثقت العامل اللي خد صندوق مليان اكياس زباله وزباله وراح رميهم في البحر. مؤتمر البيئه، الدعايه عن البيئه، التلفزيون، بن هادي، التلوث البيئي، اداره المكان، المدير بتاعه اللي مشرف عليه، كل دول مش مؤثرين في الولد. الولد وعمال يرقص وفرحان جدا ومش همه وبيغني وشايفها بتصوره بعد ما رمى الزباله بيرقص لها من كتر ما هو يعني فرحان ومش همه يعني ايه يعني في ايه يعني وفيها ايه يعني. شايفين كلمه وفيها ايه يعني وايه اللي هيحصل يعني؟ طب ما هي يا جماعه البلد وتطوراتها واعلامها وقوانينها ومؤتمراتها ودعايتها فين؟ والواقع فين؟ فين الكونكشن ما بين الواقع وبين اللي بيحصل؟ الولد بمنتهى البساطة عمال يترقص وفرحان قوي بيرقص لها وبيرمي الزبالة في البحر، البحر الأحمر في الحتة منطقة سياحية جامدة والسائحة راحت موثقة الحادثة. مفيش حد همه. مرة تانية العامة غير متأثرة باللي بيحصل في البلد أو اللي بيحاولوا يعملوه في البلد أو بأي حاجة ليها دعوة بالتطور. هو عامل شغلته نظف ويرمي، خلاص رمى خلصت. فين الكونكشن؟ فين العلاقة ما بين اللي بيتقال والناس اللي بتشتغل العامة من اللي بتشتغل؟ فين العلاقة؟ هي ليه العلاقة مقطوعة طيب؟ هي ليه الناس مش قادرة تفهم المسائل الكبيرة دي بتاعت الحفاظ على البيئة؟ طب ليه اللي بيهاتوا في الحفاظ على البيئة مش قادرين يوصلوا المعلومة أو الإحساس بالمسؤولية للعامة؟ في استراتيجية لازم تتعمل توصل مفاهيم التطور والحفاظ على البيئة والحفاظ على مشاريع الدولة للعامة، لأهمية العامة. ما ينفعش كده نبقى في البلالة اعلام في التلفزيون وبس فول ستوب. طب ما طب هو الواد ده بيتفرج على التلفزيون اساسا؟ شوفوا بقى عنده احساس بقى بالقهر ولا المشرف بتاعه زيه والمدير ممكن يكون زيه ومساله كده يعني فادته ايه اللي بيحصل؟ فادته ايه؟ لازم يحصل استراتيجيه لتطوير الانسان، الانسان لازم يتطور. الانسان هو الاولويه في التطوير. شكرا خالد.